السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي مشاهدي قناة أريزاد، نرحب بكم مجددا. قبل مشاهدة الفيديو أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والضغط على زر الإعجاب ليصلكم كل جديد. موضوعنا اليوم هو عن هذا السيروم اللي راكم تشوفوا فيه السيروم من شركة روشا بيوتي. هاد السيروم البنات اللي ما جربوش راه مراطي بزاف، سيروم هايل بزاف، خصوصا اللي تفتيح البشره واللي عندهم مشاكل في التصبغات او الحروق او غيرها. نجو لفوائد هاد السيروم ونعرفوا به. سيروم هذا من روشا يساعد هاد السيروم الفيتامين سي بتركيبته المطوره المميزة الجديدة والفعالة للغاية في إخفاء بقع الناتجة عن تعرض للشمس، ويعيد النسيج الطبيعي للبشرة، يقلل تكوين التجاعيد ويخفف التجاعيد الموجودة بالفعل. هو أيضا يحتوي على حمض الهايرولونيك أسيد النباتي النقي الذي يحمي البشرة ويعيدها لأفضل حالتها. هاد السيروم البنات راه فيه زوج مركبات، اللي هو الحمض الهايرولونيك اسيد، وفيه ايضا الفيتامين سي. وكما تعرفوا بلي هاد الحمض الهايرولونيك الموجود عندنا في الجسم تاعنا، والفوائد نتاعو للبشره اللي يعطيها من النضاره ويحميها من اشعه الشمس وغيرها. ديروا عليه سيرش باش تعرفوا الفوائد نتاعو وتعرفوا المميزات اللي يعطيها هاد الحمض. الوغ فيها 20% من الفيتامين سي، وفيها ايضا كما قلت لكم الهايلورونيك اسيد. هاد الهايلورونيك اسيد راه يساعد ايضا في محاربه التجاعيد البشره. الوغ البنات كما خبرتكم هاد السيروم يحارب التجاعيد، يحارب التصبغات، وايضا يخلي البشره نتاعكم رطبه ويحافظ على هذيك الرطوبه نتاعها ويخليها توجور ادغاتي. اللي حابه تشريه لو بري نتاعو 1000 دينار تلقايه عند لي كوزميتيك، وبيان لي هادو لي يشرو بار انترنت تلقايهم عند، راه متوفر على كل حال. البنات حبيت نقول لكم بلي هاد الشركه راهي جات لا تخوازيام عالميا من الانتاج لهاد السيروم، لي تالمو هاد السيروم عطى الفعاليه نتاعو وعطى نتائج ايجابيه اللي استخدموه. الوغ كيفاش نجو طريقه استخدام هاد السيروم؟ ماذا بكم تابليكيوه في الليل قبل ما ترقدوا، ديروه على البشره نتاعكم والرقبه وتعملوا مساج خفيف، تكونوا قبل غسلتوا البشره نتاعكم جيدا باش تكون نظيفه باش يستقبلها هذا السيروم. ثاني شيء نقطه مهمه، ماذا بكم كي تكونوا الفتره اللي تكونوا تستعملوا فيها هذا السيروم تحافظوا على الوقايه من اشعه الشمس، يعني توجور ديروا واقي الشمس، ما تخطوش واقي الشمس، لانه كاين بعض البشرات ممكن تتحسس في هذيك الفتره من اشعه الشمس اثناء استخدام هذا السيروم. البنات صدقوني هذا السيروم راح تجربوه وما راحش تندموا، سيرتو اللي تستخدم الديرما رولر ولا تستخدم الديرما بان، تقدروا من بعد استعمالها تستخدموا هذا السيروم راح تعطيكم نتائج افضل بكثير. او بعد تقشير الوجه تستخدموا ايضا هذا السيروم، تكون البشره نقيه ومهيئه لاستقبال هذا السيروم. الفوائد نتاعو نخليكم نتوما تجربوه وتشوفوا النتائج بعينيكم. انا ما راحش يخطاني، وكما عودتكم الحاجه اللي عطتني نتيجه راني نجيبها ونشاركها معكم حبيباتي وما بخلهاش عليكم. وانتم تاني ما تبخلوش عليا باللايكات والمشاركات وباش تبارطاجوا الفيديو مع جميع الاصدقاء. هذا هو فيديونا نهار اليوم، ان شاء الله يكون نال اعجابكم وتكونوا استفدتوا منه. نتمنى ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.